بعد أن كانت ربما العملات المشفرة أو الكريبتو كارنسيز هي عن ما احتل العناوين خلال الفترة الماضية، اليوم لدينا أصل جديد تابع لهذه الأصول وتسمى بالـ NFTs. طبعا شغلت الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصا مع الصفقات التي شهدناها خلال الآونة الأخيرة. ولكن قبل الحديث على NFTs، ما هي هذه NFTs أو ماذا يعني أن تكون رموز غير قابلة للاستبدال؟ بداية قبل الحدود يعني الحديث عن الرموز، دعونا نتحدث عن الأصول التي هي قابلة للاستبدال. الأصول مثل الدولار، بإمكانك اقتراض 100 دولار ومن ثم دفعها، ولكن في 100 دولار مختلفة، ليس بالضرورة نفس الورقة. هذا أيضا ما يحدث في العملات الرقمية، البيتكوين، الإيثيريوم وباقي العملات الرقمية، وكذلك الذهب بإمكانك أيضا أن تكون مستبدلة. ولكن الأصول الغير قابلة للاستثمار قد تكون مادية أيضا، مثل لوحات فنية، مثل بطاقات، مثل عقارات، ولكن أيضا الرقمية. وهنا نتحدث عن هذه الرموز الغير قابلة للاستبدال، وهي تعمل على نظام البلوكتشين مثلما تعمل البيتكوين على نفس هذا النظام، ومن المستحيل إلى حد اليوم تزوير هذه الرموز. ما شاهدناه خلال الآونة الأخيرة هو الارتفاع الكبير في المعاملات التي تحدث على الـ NFTs. القيمة في عام 2020 بلغت بحدود 250 مليون دولار، ارتفاعات كبيرة عما شاهدناها خلال العام الماضي 2018، ومن المتوقع أيضا أن نشهد طفرة خلال هذا العام، وخصوصا مع الصفقات الكبيرة التي شاهدناها خلال الأسابيع الماضية. وبما أن معظم هذه المعاملات تقوم عبر الإيثيريوم، كذلك شهدنا طفرة في سعر الإيثيريوم وصل إلى حدود 2000 دولار، عدنا وشهدنا تصحيح بسيط عليها وعادت لترتفع من جديد. ولكن ما الذي يميز NFTs اليوم؟ لديها طبعا رمز مميز، كما تحدثنا من الاستحالة تزوير هذا الرمز، إنشاء شهادة ملكية رقمية، لا يمكن تزوير السجلات بدعم من تقنية البلوكتشين. البعض قد يستغرب هذا الحديث، وخصوصا بأن معظم هذه الأصول هي فعليا أصول رقمية. يعني بإمكانك ربما شراء لوحة، بإمكاني أن أنظر إلى هذه اللوحة، بإمكاني أن أضع هذه اللوحة على حاسوبي الخاص، ولكن لا أملك هذه اللوحة مقابل شخص يملك هذه اللوحة. قد تكون سعرها ملايين دولارات، ولكن أملك نفس هذا الأصل، أو لا أملكه فعليا ولكن يمكنني الاطلاع عليه. ما شاهدناه في الاستثمارات في الفترة الأخيرة في شركات NFT الناشئة، مثل أكبر صفقة شاهدناها كانت لسورير، 50 مليون دولار تم تمويل جديد لسورير أو ضخ في سورير، وهي مهتمة في عالم الخيال للاعبي كرة القدم. بإمكانك شراء بطاقات رقمية وتشكيل فريق أيضا للاعبين. شاهدنا أيضا أوبن سي بصفقة ب 23 مليون دولار، وأيضا شهدنا شركة ديبر لابز، وهي طبعا لديها عقد خاص مع الـ NBA، تسعى لجمع حوالي 250 مليون دولار. استثمارات كبيرة جدا تضخ في هذا المجال، ويعني منذ بدء استخدام الـ NFT شهدنا العديد من المبيعات الكبرى. على سبيل المثال، قام مؤسس شركة تويتر جاك دورسي ببيع أولى تغريداتها على الإطلاق. الملفات ملفت طبعا بالنظر بأن التغريدة التي غرد فيها أنشأت حسابي على تويتر بيعت ب2,900,000 دولار. وأيضا باع مايك وينكلمان، الفنان الرقمي ومصمم الجرافيك المعروف باسم بيبل، باع رسمة فنية له مقابل 69 مليون دولار، ليحقق بيعا قياسيا جديدا للفن الرقمي. علاوة على ذلك، أيضا تم بيع الرسومات الفنية لصوفيا الروبوت في مزاد علني بحوالي 700,000 دولار. أنتجت صوفيا فنها بالتعاون مع الفنان الرقمي الإيطالي أندريا بوناشيتو، المعروف بالصور الملونة، والتي منها رسمة مع المشاهير مثل إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة تسلا. يعني بالفعل أصبح عالم غريب، نعيش بعالم خيال، ولا نعلم إذا كانت هذه فقاعة ستنتهي أم أن هذا هو اقتصاد المستقبل.
وينضم إلينا الآن جمال حسيم وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لبولت جلوبال. جمال أهلا بك معنا. دعني أبدأ معك في الحديث عن الـ NFTs حول هذه اللوحة الرقمية التي بيعت ب 69 مليون دولار. إذا أردنا أن نشرح للمشاهد العادي لوحة رقمية تباع بهذا السعر، كيف من الممكن تفسيره؟ نحن نشير إلى ظاهرة رمز غير قابل للاستبدال، أي الـ NFTs. الـ NFTs أو هذه الرموز هي أصول فريدة وغير موجود غيرها، وفي هذه الحالة لقد كانت عمل فني من قبل فنان يسمى بيبلز، وذلك في ساوث كارولينا، والذي قام بجمع كم من هائل من الأموال. وفرادة الأمر هي أن هذه لوحة فريدة، وهي مثال على ما يسمى الرمز غير القابل للاستبدال، أي أن هذا أصل وحيد فريد. إذن الأمر الرائع فيما يتعلق بهذا الأمر هو أن هذه ظاهرة عظيمة، والجميع يتساءل ما هي هذه الرموز غير القابل للاستبدال. هي موجودة في مكان واحد فقط، ولأن هذا العمل الفني به أو جمع مبلغا هائلا، طبعا جعل الجميع ينتبه ويحذر. هذه اللوحة هي رقمية وفريدة من نوعها، وطبعا ملكية هذا العمل يمكن تقافيها من قبل بلوك تشين، وهي لا يمكن أن يتم تتبعها ولا أيضا يمكن إثباتها. وبالتالي أعتقد أن الاهتمام شخص بأن يدفع هذا المبلغ الهائل مقابل هذه اللوحة الفنية، هذا لأن هذا اتجاه جديد، وهناك جوع للأمور الجديدة والأمور الفريدة غير الموجودة في مكان آخر، وهي موجودة في المكان الصحيح والوقت المناسب، ولذلك استدعت انتباه العالم. طيب، هذا الشخص الذي اشترى لوحة بهذه القيمة، يمكنني أيضا أن يكون لدي نفس اللوحة، لا أملكها في رمز معين، ولكن من الممكن أن أضعها على في كمبيوتري أو في على شاشة التلفاز لدي دون دفع 70 مليون دولار. لا تعتقد هذا جنون؟ ليس على الإطلاق. بنفس المثال الذي قدمته، من الممكن لشخص أن يتوجه إلى متحف اللوفر ويأخذ صورة للموناليزا ويقوم بنشرها على الإنستغرام أو على الهاتف أو على التلفاز كما قدمت المثال، ولكن دون القدرة على أن يثبت ملكية هذه اللوحة. الفريد في هذه الحالة هو أن المشتري في الوقت الحالي قادر على أن يظهر هذا العمل الفني، وبدون أن يسمح أي شخص مهتم بأن يثبت أن لديه هذا الأمر، ولكن يمكنه أن يتقفى أثر هذا الشخص على البلوك تشين. إذن هذه اللوحة لا يمكن استبدالها، وأيضا لا يمكن نسخ هذه اللوحة، وأيضا وستكون موجودة لعدة سنوات. ولكن هناك الكثير من الصور، طبعا مثل الموناليزا، ولكن لا يوجد أي نسخة أصلية غير الموجودة في اللوفر. وبالطبع أي لوحة أخرى موجودة خارج اللوفر هي نسخة فقط. وهذا الشخص أو المنظمة التي اشترت هذه اللوحة الفنية بهذه القيمة الضخمة قادرة على الإثبات على البلوك تشين أنها المالكة الوحيدة. إذن المشتري قادر أو يرغب في أن يدفع هذا المبلغ، وهو الذي حدد المبلغ ليكون صاحب هذه اللوحة الفنية. إذن طبعا هذا هو الثمن المدفوع مقابل هذه اللوحة. جمال، هذه طيب لوحة فنية، سأوافقك أن لديها قيمة قد تكون مرتفعة، لا أعلم كيف نقيم اليوم لوحات الديجيتال، ولكن
ماذا عن تغريدة لجاك دورسي تباع بمليونين وتسعمائة ألف دولار؟ ما الذي يمكنني فعله اليوم في هذه التغريدة؟ أنه الأمر نفسه. في نهاية الأمر، الأمر لا يتعلق بالأصل. الأصل لا ينبغي وأن يكون تحفة فنية. قد يكون أي شيء لديه ملكية فكرية فريدة. في هذه الحالة ما أشرت إليه هو التغريدة الموجودة، وهو المؤسس ورئيس تنفيذي لتويتر، وأيضا هو شخص شهير وملياردير، وطبعا هذه تغريدته. والشخص الذي اشترى هذه التغريدة يشعر بأنه امتلك أمرا ذو قيمة ومن شخص شهير للغاية، وقد قام بتحديد السعر وقال أن أكثر من 2 مليون دولار، وهذا هو المبلغ المحدد. وما الذي يعنيه له لا نعلم، ولكن الواقع يظل هو أنه دفع هذا المبلغ الهائل لهذه التغريدة. والواقع المستمر أنه سيكون هو الشخص الوحيد المالك لهذه التغريدة، وربما سيصبح وأصبح اليوم شخصا شهيرا أيضا عما هو الآن. طبعا هذه التويتة أو التغريدة يمكن أن تكون أمرا أكثر سعرا في المستقبل. الأمر قد ينطبق على أي أصل في أي شكل، حتى لو الشكل الرقمي. قد يكون أنت أو أنا أو أي من المشاهدين يخلق قطعة فنية وأن يضعها في السوق، وأي شخص يرغب في أن يشتري وأن يدفع هذا المبلغ الهائل. هذا هو السعر السوقي لهذه القطعة. جمال، يعني العالم المقتنيات الذي كنا نشهده في الفترات الماضية وخصوصا للبطاقات شهدناه ضعف بشكل كبير خلال السنوات الماضية، واليوم عاد يعني الانتعاش له، عادة الروح له في خلال أزمة كوفيد والأنفتيز التي شهدناها. هل ترى بأن احتمال أيضا كبير بأن اليوم ما يحدث قد يكون ضجيج كبير حول الأنفتيز، وربما تولب مانيا جديدة قد تكون، وأن بعد عودة العالم إلى الوضع الطبيعي وانتهاء هذه الجائحة قد نشهد تراجع في الشهية لهذا النوع من الأصول؟ كما تعلم، في نهاية الأمر أعتقد أن واقع الأمر هو أنه لا يمكن أن تستمر الأمور على نفس المنوال. أعتقد أنه خلال العام الفائت أثناء الجائحة، طبعا إذا ما استمرت في الواقع، فلقد كان هناك تغيير في وجهات النظر تجاه الكثير من الأمور. بصفة خاصة كان هناك تغيير في فكرة الكثير من القيم. كان هناك الكثير من الدروس المستفادة بأنه يمكن أن نخلق بعض الأمور من لقد قمت بخلق بعض الأمور للمجتمع، أو إن كان هناك خلق لبعض الفنون أو لمهارة جديدة أو أي شيء. ويمكن أن ندرك أن الأمور التي لدينا والمعارف التي يمكن أن نتقاسمها لديها قيمة. فكما تعلم، الأشخاص خسرت وظائفها وبدأت في خلق أمور جديدة، وأصبح لديها مصادر للدخل مختلفة اعتمادا على مهاراتها. إذا أعتقد أن الأمر لن ينتهي بظاهرة، لأن هناك إدراك، وأدرك الناس أن هناك لديهم أمور ذات قيمة. وكما قلت، سواء كانت دروس أو تعليم أو أمر نخلقه، كل شيء له قيمة. وكما تعلم، الصناعات والأعمال والأشخاص يتطلعون إلى طرق ووسائل جديدة لخلق طرق جديدة للدخل. إذن المثال الفعلي يمكن في مجال الميديا مثلا أو مجال الأعمال هو البحث إلى نماذج تجارية جديدة أو طرق جديدة لجذب الأموال. ليس بالضرورة أن يكون هناك تراخيص للدعاية. وأعتقد أن الـ NFT أو أن الرموز غير قابلة للاستبدال هي ظاهرة جديدة وطريقة لإدراك
حقوق الفكرية وكيف يمكن تقاسم الملكية الفكرية، وهذا يعني أن هذه ظاهرة ستنتهي حاليا، ولكن أعتقد أنها سوف تجد طرق جديدة للنمو. إنها مختلفة عندما يتعلق الأمر بأن نقول مثلا العملات المشفرة، لأنه مع الرموز غير قابلة للاستبدال هناك تمثيل رقمي للقيمة وهي أصل. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة لا يمكن أن تكون بالضرورة مثلا هي ذات قيمة أو عملة، وبالتالي أعتقد أن الرموز غير القابلة للاستبدال ستستمر في رأيي، والوقت هو الذي سيثبت ذلك. وفي أعمالنا نحن نسعى إلى طرق جديدة وطرق جديدة مثل الرموز غير قابلة للاستبدال، وذلك لخلق قيم تجارية للشركاء وأيضا للمنصات الشريكة، وقطعا هذا مجال جاذب وأنا متحمس بشأنه. نعم. جمال حسين، وأنت المؤسس والرئيس التنفيذي لبولت جلوبال، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. وطبعا الـ NFTs كانت تحت الضوء لهذا اليوم.